من ناحية أخرى، تلقى الرئيس حسني مبارك رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، نقلها مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل خلال استقبال الرئيس مبارك له بمقر رئاسة الجمهورية. صرح عثمان أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه قدم للرئيس مبارك شرحا حول آخر تطورات الأوضاع في السودان. شكرا. تفضل. اشك في دقه التصريح، لانه انت اي تصريح لابد من ان انظر الى المكان والى الزمان. قبل فتره حوالي اسبوعين سلم فكير كان في زياره لمنطقه كردفان وهي الازرق، وقال تصريحات قويه جدا حول الوحده، وذلك نحن